السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا اليوم مع معجزة الصباح. أيوة، معجزة الصباح. معجزة الصباح يعني الاستيقاظ المبكر. معجزة الصباح يعني الاستيقاظ المبكر. وهنعرف إيه الأشياء الضرورية اللي نعملها لما نستيقظ ونصحى مبكر. أفضل شيء التقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى والصلاة. يلا نعرف فوائد معجزة الصباح من الناحية الطبية ومن الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية. أولا نبدأ من الناحية الطبية. الدراسات الطبية بتقول إن النوم المتواصل مدة طويلة يؤدي إلى تجلط الدم وحدوث الأزمات القلبية. فمعظم الأزمات القلبية بتحدث في الصباح الباكر، فلابد للإنسان إن هو يستيقظ ويصحى من نومه في فترة من الساعة 4 لحد الساعة 6 الصبح. مش مجرد تستيقظ وبس، لا، لازم تعمل حركات وتتحرك، والحركات دي تكون تشبه حركات الصلاة. سبحان الله. دلوقتي هنشوف أهمية صلاة الفجر. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصانا إن إحنا نصلي الفجر ونهتم بصلاة الفجر، فيقول: من صلى البردين دخل الجنة. والبردين هنا بمعنى صلاة العصر والفجر. وليه سميت البردين؟ لأن كلمة البردين جاية من البرودة، فصلاة العصر الوقت ده بيكون في الجو أبرد شيء في النهار، والفجر أبرد شيء في الليل، عشان كده اسمها البردين. فنصلي الفجر وبإذن الله ندخل الجنة بعون الله توفيقه. يلا نعرف معجزة الصباح في الثقافة الغربية، وهنتكلم عن كتاب اسمه معجزة الصباح، تأليف هال ألرود. هال ألرود بيقول في كتابه ان هو بيستيقظ مبكر قبل شروق الشمس، وكان استيقاظه المبكر ده مهم جدا في حياته، وخلاه يتغلب على مشكلات كتيرة واجهته، فهو كان مديون بآلاف من الدولارات. واستيقاظه المبكر ده كان بيخليه يحسن التفكير ويتأمل في المشكلات ويجد حلول، وأيضا بينصحنا بالصلاة. كل الأشياء دي تؤدي إن مشاكلك تتحل. ده كلام الراجل الأجنبي في كتابه معجزة الصباح. أختم الموضوع بتجربة شخصية أنا مريت بيها لما كنت في المرحلة الإعدادية في الإسكندرية في مدرسة الشاطبي الإعدادية. كان عندنا مدرس رحمة الله عليه اسمه طارق محمد صالح إسحاق. كان مدرس للغة الإنجليزية، بس ما كانش عنده الهوس بالثقافة الأجنبية. كان ثقافته إسلامية، وكان بيحب يشرح لنا بعد ما بيخلص الإنجليزي، حصة الإنجليزي، كان يقعد يفهمنا أمور بسيطة في الحياة، ويقول لنا يعني أمور يمكن كشباب الناس ما تاخدش بالها. يقول لنا: صلاة الفجر يا أولاد صلاة مهمة جدا، وإن وقت صلاة الفجر يا أولاد بنشم الهواء النظيف، في هواء نظيف وهواء نقي. قال لنا: يا سلام لو صليتوا الفجر في الهواء النظيف النقي ده، وفي نفس الوقت تلعبوا بالإيه؟ رياضة، تجروا أو تركبوا دراجة. هو كان بيقول عن نفسه كان عنده دراجة وبيركبها بعد صلاة الفجر. فكان بيربط لنا الدين بالدنيا، كان بينصحنا نصائح جميلة جدا، ونبهنا لفكرة الاستيقاظ المبكر وصلاة الفجر. ورحمة الله عليه الأستاذ طارق محمد صالح إسحاق. وإلى اللقاء في لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.